أكبر مشكلة بتواجهنا قبل الانتخابات الفصائل. يعني الفصائل هي اللي بتمنع يصير الانتخابات، أي يعني لا بالضبط لعدة أمور وبتخص مصلحتها. أولا لو فتح بدها تساوي انتخابات احتمال كبير إنها تخسر، لغت الانتخابات وحطت القدس حجة لإلها، واضحة الأمور. ثاني إشي حلوا مشكلة الفصائل بينهم. ممكن أنا أوصل صوتي بدون ما أجرح بحدا، وأنا بالأخير أنا مش عم نجرح بحدا، إحنا مش عم نشخصن الأمور، إحنا عم نحكي عن مصلحة مجتمع، عن مصلحة أفراد، وبالتالي مش المفروض الحق يزعل حدا. بفهم إنه في كتير معيقات إنه أنا أوصل صوتي، بس بالمقابل أنا بدي أضحي. يعني المفروض يكون عندي هامش تضحية، أنا فتت بهذا الطريق ومفروض أكمله للآخر. والاهتمام بما قيل في المناظرات الطلابية بإيجابيتها وبسلبيتها هذا مهم. بالتالي الانتخابات مهمة، ما لا يختلف اثنين، ولكن إذا بقي الحال في فلسطين أنا بقول لك لا، ستتشوه المسألة والصورة لم تعد بهذا النقاء عندما فعلا انتخابات مجالس الطلبة تعبر عن المجتمع، تعبر عن الناس، تخرج قيادات. أنا بقول لك تاريخيا جامعة القدس، بير زيت، النجاح، الأزهر، كل هذه الجامعات خرجت قيادات، واليوم هم موجودين. احنا من وين استمدنا قوتنا؟ من الجامعة.